لا 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 لا. نغدو من وحي رباني لنجول بقصص القرآن. أدعو صحبي والخلاني، قد آن الموعد قد آن، قد آن الموعد قد آن. فلنحيا مع سير شتى نجد الحكمة والعرفان. يرويها جد يمتعنا يبدأها بذكر الرحمن. فلنحيا مع سير شتى نجد الحكمة والعرفان. يرويها جد يمتعنا يبدأها بذكر الرحمن. هيا 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 قد آن الموعد قد آن. هيا 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 قد آن الموعد قد آن. هيا هيا يا صحبتنا نستقي من فيض القرآن. جدي راشد يروي قصصا تحلو في كل الأزمان. هيا هيا يا صحبتنا نستقي من فيض القرآن. جدي راشد يروي قصصا تحلو في كل الأزمان. عن رسل سوف يحدثنا حملوا الراية للإنسان. أحسن قصص سنرددها تحفظها سور القرآن. أحسن قصص سنرددها تحفظها سور القرآن. هيا 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 قد آن الموعد قد آن. هيا 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 قد آن الموعد قد آن. قال تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من يعرف من قائل هذا الدعاء؟ إنه دعاء سيدنا موسى عليه السلام لربه. نعم يا أستاذ، فقد كان سيدنا موسى عليه السلام يعاني من مشكلة في لسانه، حتى أنه طلب من الله عز وجل أيضاً أن يؤازره بأخيه هارون ليشد أزره به في دعوته لبني إسرائيل. بارك الله فيكم من فصل ممتاز. سنتحدث اليوم أيضاً عن الصحة والفراغ، فالله سبحانه وتعالى أعطانا الصحة وأعطانا الفراغ، فلماذا لا نشغله بما ينفع من قراءة أو دراسة أو عبادة أو عمل؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه انقضى فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. فالصحة نعمة يجب أن نصونها بالعمل والجد وتقوى الله، أليس كذلك يا ماجد؟ فعلا يا أستاذ، فأنا أملأ كل فراغ عندي من الصباح حين أستيقظ وحتى المساء قبل أن أنام. أهلا يا مروان. شكرا لك يا جدي لأنك طلبت الإذن لي من والدي. وهل كان سيعصى أمري أو يرفض طلبي وقد ربيته على بر والديه وطاعتهم؟ بارك الله فيك يا جدي، فأنت تغرس فينا جميعا الخصال الحميدة. أنتما متشوقان لسماع بقية القصة. جدا جدا يا جدي. آخر ما ذكرناه بالأمس كان أن نبي الله موسى طلب منهم أن يذبحوا بقرة، فاستهجنوا هذا الطلب وأنكروه
واسمعوا ما قالوا له. نحن نحدثكم عن جريمة قتل وأنتم تتكلمون عن ذبح الأبقار، ما هذا الكلام يا رجل؟ هذا ما قاله نبي الله موسى، بل وقال خذوا بعض اللحم من البقرة المذبوحة واضربوا بها القتيل حتى يحييه الله ليتكلم ويشير إلى قاتله. هل هذا ما حدث حقا أم أنكم تستهزئون بنا؟ فهذا والله ليس وقت المزاح والسخرية، بل هذا ما حدث تماما. وإذا كنتم لا تصدقون ما حدث فاسألوا ابن أخي القتيل، فقد كان معنا ضمن الوفد. ضمن الوفد؟ للأسف هذا ما قاله نبي الله موسى. ماذا؟ هل يتخذنا موسى هزوا لأننا عجزنا عن معرفة القاتل؟ بل لقد كان نبي الله موسى جادا في حديثه كل الجدية، وعندما قلنا له هل تتخذنا هزوا أجابنا فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. حسنا، ما دام نبي الله موسى جادا فليبين لنا ما هي البقرة وكيف نعرفها. أجل كيف نعرفها؟ فلنذبح أي بقرة والسلام. وهل نذبح كل أبقارنا من أجل أن نعرف أي بقرة هي؟ بل يعود الوفد إلى نبي الله موسى ويسأله عن صفات البقرة حتى نعرفها ونذبحها وننتهي من هذه الجريمة المزعجة. أجل. حسنا، هلموا بنا إلى نبي الله موسى لنسأله عن صفات البقرة. وهكذا ذهب الوفد مرة أخرى لنبي الله موسى ليسألوه عن صفات البقرة، فقالوا له ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وبماذا أجابهم نبي الله موسى؟ قال سيدنا موسى ناقلا جواب ربه لبني إسرائيل، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان، بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. وما معنى لا فارض ولا بكر؟ الفارض المسنة أو الكبيرة في السن، والبكر العذراء الصغيرة السن، أي أنها بقرة وسط لا كبيرة ولا صغيرة. وهل اكتفى الوفد بذلك؟ لقد كان سيدنا موسى عليه السلام يشك في تردد بني إسرائيل، ولذلك نصحهم قائلا افعلوا ما تؤمرون، أي لا تكثروا التردد والشقاق ونفذوا أمر الله. وهل نفذوا الأمر الإلهي وذبحوا البقرة؟ تعالوا لنرى جواب ذلك في الديوان الكبير عندما عاد الوفد إلى بقية بني إسرائيل في الديوان. لعلهم قد عادوا، لعلهم أجل. ها هو الوفد قد عاد مرة أخرى، ولعلهم قد عرفوا من نبي الله موسى هذه المرة صفة البقرة حتى ننحرها ونعرف القاتل وننتهي من هذه القضية المزعجة. أجل هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي صفات البقرة؟ هل دلكم عليها نبي الله موسى؟ قال إنها بقرة متوسطة بالسن، لا هي صغيرة ولا هي كبيرة. ما هذه الصفات؟ إنها لا تفي شيئا، هنالك الكثير من البقر في مثل هذه الصفات. وهذا الكلام قلناه لموسى، فنحن نريد شيئا مميزا، فقلنا له ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. أحسنتم. نعم، نحتاج إلى تبيان لون البقرة. وماذا قال لكم نبي الله موسى؟ قال إن الله سبحانه وتعالى يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. نعم، لقد اتضحت الآن صفات البقرة. ولكن هذا لا يكفي، نريد المزيد من الصفات. أجل، لعلنا نذبح أي بقرة متوسطة في السن وصفراء اللون ولا تكون هي. وهذه جريمة قتل. نعم، هذه جريمة قتل، لا نريد أن نتسرع
فلا نأخذ الحيطة والحذر. نعم صحيح. نعم أنت ابن أخي القتيل ورأيك لدينا معتبر. أجل لا نريد أن نتسرع، ولكن ما هو الحل؟ القتيل هو عمي ولا أريد أن أظلم أحدا، وأنا أقترح أن ندع الأيام تعالج هذه القضية ونأخذ وقتنا حتى نجد البقرة فنذبحها ونعرف القاتل الحقيقي. ولكن ليس هذا برأي، وهل نترك الجثة لكي تتعفن ونظل نشكك ببعضنا البعض، كل واحد منا يرمي التهمة على الآخر؟ إذن ما هو الحل برأيك؟ برأيي أنا أرى أن تعود إلى نبي الله موسى فتسأله سؤالا أخيرا لمزيد من البيان والوضوح حول صفات البقرة، ثم ننطلق بحثا عنها حتى نجدها ونذبحها وننتهي من هذا الأمر. أجل. إذن ننطلق مرة أخرى وأخيرة لنرى ما يقول لنا نبي الله موسى. وهكذا انطلق الوفد للمرة الأخيرة لنبي الله موسى. وماذا قالوا لنبي الله موسى وقد أكثروا وأطالوا الجدل؟ قالوا لنبي الله موسى: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. وماذا أجابهم نبي الله موسى؟ قال: إن الله سبحانه وتعالى يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. وهل اقتنع بنو إسرائيل بهذه الإجابة؟ نعم، وأخيرا قالوا: الآن جئت بالحق. خيبة الله عليهم، وهل ما جاء به سيدنا موسى من قبل كان باطلا حتى يقول له الآن جئت بالحق؟ هذه هي طبيعتهم، الجدال والمراء وشدة الاختلاف. ولكن يا جدي، ما معنى لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث؟ وأيضا يا جدي، ما معنى مسلمة لا شية فيها؟ نعم، هذه هي بقية صفات البقرة. فقد علمنا أن البقرة أولاً متوسطة السن، لا كبيرة ولا صغيرة، وأنها بقرة صفراء اللون فاقع صفارها، أي شديدة الصفار. وعلمنا الآن أنها لا ذلول تثير الأرض، أي أنها غير مهيئة ولا مذللة لحراثة الأرض، أي لتهيئة الأرض للزراعة، وهي كذلك غير مهيئة ولم تستعمل في السقي، فهي لا زالت بكر لم تستعمل في الزراعة والسقي وحفر الأرض، وهي كذلك مسلمة لا شية فيها، أي سالمة من العيوب، سليمة من العور أو العرج، ولا شية فيها، أي لا علامة فيها، أي صافية اللون، لا يختلط اللون الأصفر فيها بلون ثان. وهكذا أصبحت البقرة واضحة المواصفات، ومن السهولة التعرف عليها. ولكن يا جدي، هذه الصفات الدقيقة تجعل من الصعب العثور على مثل تلك البقرة بسهولة. ولذلك يا بني، فهذا جزاء بني إسرائيل، عندما شددوا شدد الله عليهم، ولو أنهم سمعوا وأطاعوا كلام سيدنا موسى من أول سؤال لكان أسهل وأخير لهم. إذن هناك مشقة في الحصول على بقرة بمثل تلك المواصفات الدقيقة. نعم يا بني. وهل وجدوا تلك البقرة يا جدي؟ هذا ما سنعرفه في الغد إن شاء الله تعالى. ولكن يا جدي، نحن مشتاقون لمعرفة نهاية القصة العجيبة. ستعرفون ذلك غدا إن شاء الله، وسيكون القاتل
مفاجأة لكم ولا تتوقعون من هو. ولكن يا جدي، هل ستقول لنا من هو القاتل غدا؟ ستعرفونه بالتأكيد، ولكن أريد منكم من اليوم إلى الغد أن تفكروا بقضية هامة. وما هي تلك القضية؟ أريدكم أن تسترجعوا أحداث القصة وتقولوا لي ما هي أهم الدروس والفوائد والعبر من قصة بني إسرائيل، وهل هناك فوائد من تلك القصة؟ ففيها فوائد كثيرة، عليكم أن تفكروا فيها حتى نستفيد من هذه القصة. وسوف أعطي لمن يعرف بعض هذه الفوائد هدية قيمة. وما هي هذه الهدية القيمة يا جدي؟ دعوها مفاجأة، وإلى أن نلتقي في الغد أرجو أن تفكروا فيما قلت لكم. حاضر يا جدي. موعدنا إذن في الغد بإذن الله تعالى. لا 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 لا. نغدو من وحي رباني لنجول بقصص القرآن. أدعو صحبي والخلاني، قد آن الموعد قد آن، قد آن الموعد قد آن. فلنحيا مع سير شتى نجد الحكمة والعرفان. يرويها جد يمتعنا يبدأها بذكر الرحمن. فلنحيا مع سير شتى نجد الحكمة والعرفان. يرويها جد يمتعنا يبدأها بذكر الرحمن. هيا 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 قد آن الموعد قد آن. هيا 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 قد آن الموعد قد آن. هيا هيا يا صحبتنا نستقي من فيض القرآن. جدي راشد يروي قصصا تحلو في كل الأزمان. هيا هيا يا صحبتنا نستقي من فيض القرآن. جدي راشد يروي قصصا تحلو في كل الأزمان. عن رسل سوف يحدثنا حمل الراية للإنسان. أحسن قصص سنرددها تحفظها سور القرآن. أحسن قصص سنرددها تحفظها سور القرآن. هيا 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 قد آن الموعد.